لقمة العيش صعبة وكم باقي عاد الرجع. خلني اغني لكم اغنية. دقيقة لا تستعجل يا اخي، هذا عبر يا اخي شوك. ايش قاعد تسوي؟ بياكل خشب من الجوع ولا ايه؟ طب قدر الدم عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررنا نسوي تحدي انه نادر ياكل 10 حبات اندومي واثنين كولا لحاله بدون استعانة في صديق. كم الوقت؟ 10 ثواني 10 دقائق بزنوبة والله ما كمل. واذا والله ما كمل كم دقيقة؟ 10 دقائق ما اقدر والله. نادر معليش 15 ترى 10 دومي مو 20 15 نادر 10 دومي مو 20 بتفق معك اخليها 15 واذا ما فزت عقبيني عقاب قوي. في عقاب اصلا اذا خسرت خلاص اقدر اتخسر. طلي اذا ما قدرت اكلها كلها ايوه تعاقبين عقاب. اي عقاب وانا راضي اسوي لما يخلص الوقت راح احط لك هذه 15. طيب اوكي يلا زيد السوم يلا 20 30 نادر هي خلاص اقول لك اسمع 13 دقيقة عشان انا اختك واحبك 13 دقيقة خلاص والله مرة متحمس طالع هنا لو سمحت 13 دقيقة كم الجائزة اذا فزت جبتها اذا فزت لك مني 500 ريال حاعطيها لك وسلمها قدام المتابعين. شوفوا يا متابعي حسلم وده. اما اذا كم لا تقاطعني يا بزر 500 اذا كلت 10 حبات اندومي خلال 13 دقيقه. شوفي نادر والله ما مو عشان اختك ما حسامحك يا 13 دقيقه يا تنبل وتاكل تبن وتسكت ما في. انت تعرفيني انا اكل 5 بعد اليوم 5 يعني تكون ترى مره سهل 5 والله مره سهل يتهيأ لك حسوي الصلصل انت ما تحب الصلصل لا يا شيخ والله مالي شغل حسويه لا ما داني الصلصل انا والله ما حتاكله غصبا عنك اذا ما دام فيها صلصه زيدي لي 100 ريال 600 اي ما ندري اخر شيء ردق الطاوله ان الجول يتحرك 600 ريال صبرنا لك كثير وصبر ما داري ينفع معك يا معفنه الان نادر قدامكم راح يحط الاندومي كله بالصحن يلا يا نادر بسم الله شوفوا ما دامنا احنا قاعدين نسوي التحدي هذا لا تنسى بلا دين كذا قطعة اندومي يحب اكله هو كذا قاسي حتى انا والله هات فك 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 نادر هات حط خلاص حطه كله بالله حطه كله بلا سخافة ترى نادر يموت على شيء اسمه اندومي لكن ما يحبه بالصلصة يحبه ابيض سادة وانا عكسه انا احب اصنع شكل وسوي التحدي عشان اذا بقى منه اكله امزح والله شوي شوي تعورني لا ترمي يا وسخ خذ في مرة أنا ساكتة ومتحملة يا نادر يا المداجة اطلع خذ فكوا بسرعة يا نادر بسرعة آخ يا ربي أنا الله وين بيوفقني وانت اخواني لسه حتاكل وقت وكذا وسهر تصوري دحين ولا لا؟ ايوه قاعد اصور اه بسرعة ما حنسد على المقطع هلا لو قلت لك لو خيرك لو خيرك تسكن بمدينة كلها اندومي او تسكن بمدينة كلها بطاطس كلها اندومي بالله انا عكسك انا مستحيل انا اسكن بمدومي طعمه ما يتغير يمكن يقول لك بطاطس مسلوق طب مدينه بطاطس حيكون فيها مسلوق وفيها مقلي وفيها مقرمش وفيها مشوي كذا كذا اندومي كمان بسرعه كم باقي لك كيس باقي لك 3 اكياس شوفوا كيف ما شاء الله Thank you.
خلاص حطوا انت ساكت. شوف كيف ما شاء الله الصحن مرة امتلى ولسه باقي ثلاثة محطهم. يلا عشان بروح احطها في القدر واحط معاه صلصال. ما يحب شيء اسمه صلصال. تحطين صلصال؟ توقعت تحطين خردل. حط حط انت ساكت حط. لا اله دوم اذا كله ذكرنا شيء. تمينة اللي كل شيء من الندوم. والله اللي يكون من هذا كل ندومي. حتى الصحن شفت الصحن اللي هذا من ندومي. لا 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 كل من ندومي. بلا نزل المقطع لازم بالله. خلاص اعطيني الصحن اروح اسويه على النار. هات جيب ناد يا اكل من دحين هذا متاكد حيفوز حتى حدي بغل. هات ارفع الصحن ليا شوفوا. يلا سولف معاهم نظف المكان وسولف معاهم شوي على ما اسوي ندومي واجي. يا بغل هات لي وراك صلصل. هات لا يا ناد بس خافة. يلا انا بسوي لك الاندومي وانت سولف معاهم شوي خلاص ونظف المكان. يلا نظف المكان. الحمد لله راحت يا جماعة الخير. شوف بكل صراحة عشان اعترف لكم شيء، انا قادر اكل الاندومي ذا كله بس اني قاعد اقول والله انا ما اقدر اندومي كثير انا ايش في اسوي. جماعة الخير 500 ريال في الجيب من دحين اضمنها لكم. فمن دحين يا جماعة الخير اعطيكم زبدة باختصار، انا راح افوز واخذ 600 واي شخص يضغط لايك راح اعطيه 100 ريال. عاد مدي احنا اول واحد يضغط لايك راح يستلم 100 ريال. والله مره ولا عندي فكره يا جماعه الخير. اول ما تجي هذا ايش فيه؟ لا يكون يتعاطى شيء ولا غيره. ايوه 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 شوفوا الاندومي شوفوا الكميه شكري. الله يعينك يا اسطى. والله مره صرصر كثير يا اخت ما هذا مره ما هلا والله رجعنا لكم مره ثانيه ومع 10 حبات اندومي. طبعا سوينا شويه تغيير في التحدي، نادر راح ياكل الاندومي بالاعواد اللي هناك. راح تكون اليوم كوري يا نادر، راح تكون ياباني صيني تشاينا لاك ذس تاكل كذا بالذا. وهذه ايوه وانا اقول الحطه دي حسبتها زينه. لا حبيبي راح تاكل فيها يا روحي الزينه. ممنوع شوكه ممنوع ملعقه لمده 13 دقيقه. تاكل من اول ها حطه بالزينه. تاكل القدر قدامك كله وتشرب 2 كولا ويلا هذا جوالك. راح اوقف الوقت الان دقيقه. احط لي ابغى شيء احط لي. يلا حط هيا. الله طبعا صفاتي بالندومي لا تعلى عليها، ودي اعزمكم كله عليه. ايوه يلا يا نادر عشان ما ادري اكل ولا لا. شوك لا حبيبي عبي. لا اصبر يمكن ما اكله. طب دقيقة هات الجوال خذ حط لنا 13 دقيقة. يلا هذه الشوك حياكل فيها نادر. نادر 13 دقيقة. لا والله تخسي والله الشوك دي ترى والله ما فيها مز. نص ساعة نادر 13 دقيقة ما اعرف اكل فيها. روح تاكل غصبا عنك، هذا تحدي. تبي فلوس تتعب، ما تبي فلوس تنطم وتسكت احسن. يلا هي هي بسرعة بسرعة طلع افتح الجوال، ضيعت وقتي على الفاضي. خلاص رجعني. انت بتاكل يا عبد الله؟ انا والله نفسي بالاكل اللي انت تاكله. هيا نادر يا اخي ما ايش هذا؟ نيمنا. نادر خلاص والله ججت. هيا نادر لا خلص بدل الموضوع مو يستاهل. الموضوع مو يستاهل يلا بسرعه ساعة عشان الوقت يا جماعة.
أشوف الوقت. دقيقة، قول حتى 3 ثواني. يلا الآن بدأ العد التنازلي، 13 دقيقة حيرن الجوال أول ما يخلص نادر. يا أخو مارب بتحاول غصبا عنك. حاولت. بتحاول. يلا يلا شيل الملعقة عنك عشان مغطي على شكلك الخايس. بسم الله. بسم الله. شيل الملعقة حار. الأكل دنياها خلاص، خليها خليها. بسم الله. أيوة 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 أيوة. عاش والله، ده انا نفسي بالاكل اللي بتاكله. شو 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 لا تسوي شيء بالغلط، لا تحصد بالغلط. اوه يا وسخ، حتمسح كل شيء يا عفن. يلا شوف الوقت كم باقي. باقي 12 دقيقة نادر، لا تذبح نفسك. حار والله مرة حار. يلا لقمة العيش صعبة. عشان المية وعاني مية، قد حست مية حبيبي، تعرف وين تحطها. والله العظيم ما اكمل. خلاص خلاص 600 هذا لو اكلت اللي الصحن اللي معاك. نادر كل زي ما ياكلون الصينيين. وش ذا معامل معاملة بنسة. شوف كيف. ايوه الله عليك يا الكوري، ما عرفتك يا ارمي يا بي تي اس. ما تابع بي تي اس انا. يا بلاك بينك ما اعرفهم كمان. خلاص كل كل. ايوه ايوه. لا 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 حبيبي، ممنوع 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 لو سمحت. ايوه مناديل، قسم بالله كرهت امنا. لا تشرب بيبسي ترى تشبعك. مناديل بسرعه. جيبك بالمطبخ تلقين، جيبك كلينكس عند آلة الكوفي. كلينكس مسوي انقرش. مناديل مناديل. خلاص مناديل. يلا يلا كم باقي؟ كم باقي على الرجعة يا حول؟ باقي 10 دقايق. كم باقي على الرجعة؟ يا نادر والله يمديك. هذا يا سعيدة الليل طويل. هذا ايش يعني؟ لا تخاف راح تخلصه والله، انا واثقة فيك، انت املي في الحياة، انت بالصحة قربت تخلصه. خذ كليركس. شويش شويش شويش. خصوصي كيف؟ عذر سموح جماعة الخير، بس فلوس. يلا فلوس، لقمة العيش صعبة. وكم باقي على الرجعة؟ خلني أغني لكم أغنية. دقيقة دقيقة دقيقة. لا تستعجل يا أخي، هذا عبر يا أخي شوك. إيش قاعد تسوي؟ بياكل خشب من الجوع ولا إيه؟ طب قدر الدومة عندك يا تعور. يلا الحين فتفيت الخبز، الحين اندومي بطعم الخشب. يا عرب لا تكفي كرسي تكفين والله ما اقدر. تقدر تقدر خلاص الحس كذا تقدر. يلا بس بشويش لو سمحت لو سمحت. كم باقي عاد الرجعة نادر؟ هدي لا تموت، هدي لا تطير. بسم الله بسم الله. ترى فلوس بسم الله اول واخرة. فلوس لا تجي لا تروح ولا تجي، ترى انت قدها وانت قدود وانت عمها وانت خدود. يا ربي بغني لهم اغنية. انس ومي اي 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 كرت الروس بومي. نعم اعذروني اعذروني. والله ما اقدر ما اعرفه، ترى مو اخوي، احنا شفناه عند المسجد واخذناه، كان لقيط واخذناه معانا نربي ونعلمه الادب والاحترام، ولكن ما يفيد فيه الصراحه، زي ما انتم شايفينه قاعد يكف اصابعه المتلوثه. يا كلب يا نادر والله اذا انا نفسي باكل اللي بتاكله. زعمان خلاص. بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله. دب دب دب. خلاص ما اقرف كل عليك بالعافيه. شوف انت خلصت ما شاء الله اول. انت خلصت. اشوف كم الوقت. اوه باقي مره نادر كثير وقت، باقي لسه 9 دقائق. ترى الليل طويل يبي نوم الاخ. لا تخاف لا يمديك تخلص، انا واثقه فيك. خمر ديدي عفت امها. دقيقه انت الحين تحس انك شبعت ولا بطنك امتلأت ولا ايه؟ والله ندي ترى ممنوع، قلت لك خذ بالخشب معليش. ادب يا والله ما حد حيكمل الفيديو على القرف ذا. خذ مسح يدك. الرسول الرسول وصى كذا، تقول ايه القوم احتفر للمسلمين.
عيد عيد الصوت. والله ده نفسي بالاكل بتاكل. يا استغفر الله. يلا يلا مسح مسح. حسبي الله ونعم الوكيل. ما ابغى ذي والله نسيت تقدر. خذ 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 واحده ثانيه يا متحضر. بنات انا والله ماني مسؤوله عن اي حركه قدر افعلها نادر امامكم. هذا كان تحدي بس ما توقعت بتوصل لهالقدارة. مره نادر ايش فيك؟ والله صح انا الحين انا ما ادري كيف قاعد اكله. شوف ايش بقيله. شوفوا بالله ما شاء الله. شوفوا نادر بقيلك. والله انا حاول والله. تكون مشاهده نصيب. ترى في عقاب. في عقاب. والله في عقاب ترى. ها شوف كم باقي. كم باقي؟ باقي 7 دقائق. باقي 7 دقائق وجايين على 6 دقائق وخمس دقائق دقيقتين. كيف موتك؟ هاي عندي اخوي هالثاني ورا ما يضحك عليش ما ادري. نادر في حبه ندومي حبه تشارك الصوره. شرب شرب. انت دحين لا ادوس بالقربه. ندومي ندومي طلع على الانف. شم شوي هواء والله شيله. بس يدك بس يدك. لا هذا زكب خلاص. والله هذه مقدر نادر. يلا شوف الوقت ترى مره ما بقي لك شيء. باقي 6 دقائق. شوفوا شوفوا هنا 6 دقائق. والله هذا نفسي بالاكل اللي بتاكله. تعرف ذاك استاذ اللي عبد الله ياكل كيف زين حسبي الله ونعم الوكيل. سندوتش تشوفني يقول ايه عبد الله بتاكل ايه؟ سندوتش تبيها حلوه. طب حط دقوس. لا ناقه معانا بالغرفه. اشرب اشرب عصير. ريح 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 ريح. ترى صرت هندي على النقط ذا الحال. الاندومي على وجهك. ترى باقي 5 دقائق. انا قاعد اعلق دم كمال والدلال. ما بقينا شيء. كرشي. والله العظيم كرشي. حط حط لك حط لك. خذ 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 حط خذ خذ. لا لا والله ما اقدر. والله لا نادر في عقاب. والله في عقاب. هذا 10 توكلي. والله في عقاب. تدري شو هو العقاب؟ عقاب راح العقاب. والله هذا هو. هذا ايش؟ هذا قلب هذا. تدري ايش العقاب؟ تاكل عقل عباد اندومي. واحدة الله يشفيها. انا عقابي. والله انا سامعك. لا انا احسن بلا لمبشر. انا متساهله معك. حتاكل 6. ايش حتحط فلفل سبايسي؟ اشوف اشوف كم باقي من الوقت. كم باقي يا رع؟ باقي شوفوا. لا دقيقه قفل. والله يا جماعه شوفوا شوفوا باقي 4 دقائق. يلا هيا حط لك. خلاص نادر حط. خلاص هذا 10. تخيل هذا 10. هذا 1000 والله. نادر بلا سخافة. يلا حط. هذا 1000. حط 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 شوي يعني. يلا. وهذا يا يا شو الحركة قبل شوي؟ والله كبس يا مقرف. طب خلاص 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 عشان ما تلعب. يا خي والله اني محترم بس والله عشان ما تلعب في النعمة. انت قادر تخلص القدر كاملة؟ لا بس هذا خلاص. لا اذا ما قدرت خلاص خلاص تكون كذا خسران. حنسوي لك عقاب سواء اكلته ولا ما اكلته. اذا ما خلصت القدر كامل راح لك عقاب. ترى كم بقى؟ بقى شوف 3 دقائق. لو تكملي 15 اكثر حبيبي. قلت لك 13 وبس. يا والله كثير. والله خلاص ما لي شغل. العقاب كمان. خذ خذ واحده. يلا يلا العقاب. والله حلو بقي لك كله ما شربته. لا ما راح انزل تحدي باليوتيوب. خلاص باي. بجيب لك العقاب. انت الحين خسران. اعترف انك خسران. خلاص نادر اعترف. نادر شوف 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 الوقت. شوف الوقت. هلا ورجعنا لكم. طبعا نادر زي ما انتم شايفين خسر زي ما توقعت انا لان انسان فاشل مسبقيا وماديا وعقليا وكل شيء. وهذا الاكل طبعا ما ادري ايش اسوي فيه. شكلي بعطيه اخواني الصغار. يا بنت تعالي خذي خذي خذي. تعال تعال اسمع حبيبي العقاب جايك الكريم. تعال تعال خذ. ما حد ما حد يعفو عنك. تستاهل القسم. العقاب الان بسوي بجيب له شويه فلفل اسود مع شويه زنجبيل
عصير طبعا مشروب يحبه قلبك، وشوية كمون، أعرفك تحب الكمون مع الزنجبيل، وخلطهم لك مع شوية زيت زيتون. جينا لكم بالعقاب الأليم. طبعا حطيت له بالكباية كمون وفلفل أسود وكركم وزيت زيتون قطرة شوية، لأنه مي قالت هلا تقرأ طرقهم زيت زيتون. قلت أوكي مام، فخذ حبيبي هذا الكوب، هذا الكوب. أيوة. كثري يلا عليك بألف عافية. عصير أورنج لذيذ بطعم الكمون والكركم والفلفل الأسود والليمون. زطمة واحدة كيف ضخ على طول. دوا هو اللي دوا والله معلش. يلا يلا حرك شوية. هات. لا من جدك والله ما أقدر. هات أحرك لك شوية. ما أقدر والله لا. هات أحرك لك شوية. هات والله ما أجيب لك ملاقة تخسي. أوه شو سموه؟ تبدين زين ولا؟ أيوة زين لا تخاف لا تخاف. والله ذي نظف البطن. هذا العقاب. اشربوا يلا. كمون وفلفل أسود مع الزيت الزيتون. لا لا والله ما عندنا. لا لا والله لا لا والله. والله رح تشرب غصب عنك. يلا جغمة جغمة ترى معناها لقمة. طيب يلا هو بس أدق طعمه وتر ما أقدر أشرب أزلطه. لا تزلط يعني أبلعه. أيوة تبلعه. ما ببلعه. نادر يلا وقت خلص بسرعة بنقفل. بسم الله. لا يلا والله هاي ماري شغل. هاي انت خسرت. انت حرمت امي كله والله. لا ماري شغل. لا هي انا قدها والله. تجدين بعد تصير جد. يلا تصير. يلا كلم سوالفي. ابغاك بشوف ردة فعلك. اي نادر يلا. والله والله شكله نادر والله تاخرت. يو ها كيف الطعم؟ لا تسوي قله ادب. ابلعها ابلعها ابلعها. عشت وليدي عشت وليدي عشت 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 عشت. لا عيب. اعتبرها علاج اعتبرها علاج. لا يقرفك يا وسخ. خلاص خلاص قفلنا التحدي. باي باي نادر فاشل زي دايما. قولي قولي لايك والدعم.